مساء الفل على كل متابعي برنامج الاكيد في كل مكان. انتوا عارفين طبعا انا اتخطفت ليه. المنظر اللي ورايا ده ما تلاقيهوش غير في بلد واحده في العالم، ما تلاقيهوش غير في اماكن قليله جدا في العالم، ان انت يبقى الباك جراوند بتاعك الاثر الوحيد اللي فاضل من عجائب الدنيا السبع. في هذا المكان البسيط ولكن الفيو بتاعه بمليارات لا يقدر بثمن، هنعمل حلقة ومعانا ضيفة جميلة خفيفة على القلب، وهنعمل أكل مصري معمول بالطريقة القديمة ولكن ببعض الأفكار الجديدة، والمفروض إنه على زي ما بيقولوا على أبوه. يعني أنا مجرد إن أنا جيت وشفت المنظر ده فأنا الحلقة هتعجبني. أرجو إن الكونتنت بتاع الحلقة يعجبها. حاسه بطعم النعناع؟ تحفه. اليميش في الكويت اسمه جرجعان. سدت نفسك ايه بس؟ هنبتدي بالفقرة، قبل فقرة الأكل لازم نبتدي بفقرة تعريف النجمة المحببة ليا قوي اللي معانا النهاردة، ودي حاجة احنا عاملينها رمضان بس، وطبعا لازم أشكرها إن هي جت، هي يعني جاية، هي أصلا بتعمل دايت، وده اللي هيبقى الحرب اللي ما بيننا في الفقرتين بتوع الأكل، إن هي بتعمل دايت وأنا لازم أزغطها. دنيا ازيك؟ احلى ازيك يا اهلا بيكي وميرسي انك وافقتي تيجي رغم الدايت. لا انا لازم اجي، انا بحبك جدا ومبسوطه ان انا معاك يعني، وسامحيني على اللي هيحصل فيكي النهارده لانك لازم حد الله يطمنك. بيتشي بيتشي يعني كده حاجه صغيره خلاص، باظت باظت فهاكل بقى. مش عندك يوم فري؟ عندي بس مش النهارده، بس هعتبره النهارده. غيري غيري، احنا مستنيين ميعاد الافطار ونقعد نرغي شويه كده لحد ما الاكل ينزل لنا. اول حاجه طبعا برحب بيكي، ولازم هسالك هشوفك في ايه في رمضان. احنا يعني رمضان هنعرض السنه دي لمداح الجزء الرابع ان شاء الله. مع الرعب ده مش رعب قوي والله يا شيخ، حرام عليك. انت عارفه ان كان في اشاعه طلعت ان الطلاسم حقيقيه؟ لا ده في حاجات كتيرة قوي، وان بيحصل لكم ايه وبتحصل وبيوت اتخربت بسبب الطلاسم. انا ما شفتش بقى الكلام ده. لا وفي ناس قالوا ان بيحصل لهم حاجات يعني من الكاست،
الحقيقه انا ما شفتش الكلام ده خالص. اوكي الموضوع ابسط من كده واسهل. خلاص احنا بنصور بس انت بقالك برضو 4 سنين في أيوة الحاجات. اربع مواسم ما اتلبستيش من اي حاجه. لا 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 خالص والله ما في حاجه خالص. اوكي بالعكس يعني ده في بركه وخصوصا مع حماده. حماده اصله حبيبي جميل, جميل قوي جميل. قوي فما فيش الكلام ده والله يعني ده كلام فاضي. طيب وما خفتيش من التكرار 4 سنين بتعملي التيمة بتاعت السحر والكلام ده؟ كل مرة طبعا ببقى قلقانة لأن لولا النجاح ما كناش هنعمل جزء جديد. أوكي. فكل جزء بيبقى إحساس بالمسؤولية لأن أنت لو الجزء اللي جاي مش قد اللي فات فهتضيع نجاح اللي فات. فطبعا كل سنة ببقى في رعب. أكيد كلنا بنبقى مرعوبين عشان نحقق نفس نجاح. مش من الاحداث المسلسل خالص والله خالص مرعوبين بس من ال والله ولا في اي حاجه. اي نعم السنه دي يعني اول ما ابتديت افتح الورق النور قطع بس قلت صدفه يعني دي صدفه يعني. انا بقول لا دي صدفه مراد مش بلاش ده عادي ما النور بيقطع يعني. لا لا حاجات عبيطه يعني بس صدف والله. زي ايه يعني هي دي مثلا موضوع اول ما فتحت ورق النور قطع وقررت ما اقراهوش بالليل. اوكي يعني اقرا الورق واذاكر الصبح. ما خدتيهاش ان هي ساين من ربنا كده؟ لا 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 ليه صدف بتحصل صدف في حياتنا. أوكي. مش طب بس ما قطعش تاني بعد كده. مش لا ما قطعش. مش عايزه احط نفسي في المود ده لان انا بخاف قوي فانا. أوكي. طول الوقت يعني حاسه انه ما فيش حاجه عشان ما اقلقش. أوكي. الا مره كنا بنصور مشهد في الجزء اللي فات ده على طول التالت. اوكي ودي خفت وانا شايفه انه بيتصور ده تمثيل يعني يعني مش مثلا شفته في مع الجمهور وهو بيتعرض. انا خارجه كنا بنصور في مستشفى وانا خلصت تصوير وغيرت ومروحه بقى فماشيه في الكوريدور انا ما كنتش عارفه ايه المشهد اللي بعدي اللي بيجهز. ولقيت دستة ستات كلهم حاطين اسود كده واستاذ احمد حطهم على التراك ومشاهم. قلت له ايه ده انا هروح ازاي دلوقتي سواد اللي هو المشهد بتاع ابن نجيه ابن نجيه ده اللي رعب الدنيا ده. اوكي فانا شفته بقى. انت مش شايفه ان هم على حاجه ولا انت شايفه ان هم على حاجه؟ لا شفتهم على حاجه. اوكي بقى خفت برضو مع المنظر مش طبيعي يعني بس تمام انا كويسه يعني انا بس ده كان اول مره تعملي رعب ولا عملتي رعب قبل كده؟ هو ما كانش رعب والله ما كان رعب كان ماشي كويس يعني. أوكي. هو كان ماشي لو كويس. سمينا المداح هو ستايل مختلف لوحده. أوكي. كده سسبنس. طب عملتي رعب قبل كده؟ لا لا خالص في مشوارك الفني كله عمرك لا ما عملتي؟ لا عمري ما عملت رعب. اوكي لا انا عملت غرفة انت هتقولي ده ما كنتش بنام طبعا. طيب دايما رمضان رغم ان احنا بنتعب قوي و ايا كان ابتدينا امتى بنيجي برضو للاخر ونتكربس ده خلاص العادي بقى خلاص العادي. ده السيستم الى ان دايما شغل رمضان ليه طعم مختلف. ورغم ان احنا عارفين المنافسه بتبقى كبيره وبيبقى في عدد كبير جدا من الاعمال على كل القنوات و و و الى ان برضو لو ما جالناش شغل في رمضان يبقى في حاجه كده متضايق. يعني ده حقيقي. ليه؟ لان رمضان ليه طعم خاص وجمهور خاص. وزمان ما كانش في حاجه اسمها اوف سيزون. طول الوقت الناس كانت بتستنى شهر رمضان عشان يتفرجوا على المسلسلات ويشوفوا الاعداد بعد كده. بالظبط. فالناس ارتبطت احنا كمان ارتبط نجاحنا برمضان. اوكي في اوف سيزون طبعا دلوقتي بقاله كام سنه ولكن هو بالنسبه لنا برضو عشان يعني انا واحده من الناس اللي اشتغلت في المال والبنون الجزء الثاني في رمضان. ما انت بس كنت صغيره رمضان. كنت طفله. ايوه طبعا يعني, أوكي. يعني بس قصدي نركز بس ما الناس عارفه يعني. اقصد انه خلاص رمضان ارتبط بانه هو النجاح هو اللي ليه طعم مختلف وهكذا. أوكي. بننجح بره رمضان في اعمال ولكن جوه رمضان ده بيبقى ليه بهجه ومنافسه كبيره وحاله ملهاش زي. شفت لك مسرحيه يعني كنت فخور بيكي جدا في ان من الممثلات القليلين جدا اللي يقدروا يمثلوا ويغنوا ويرقصوا. ما تعرضش عليكي خالص فكره الفوازير او ما فكرتيش ان انت تصحي تاني فكره الفوازير؟ هو ما بقاش في فوازير زي ما بتقول. وانا وجهه نظري انه اي حد هيعمل فوازير بعد نيلي وشريهان هو مش تفكيره مش سليم لان الفوازير في دماغنا وفي ذكرياتنا هي نيلي وشريهان. فاحنا ممكن نعمل 100 حاجه تانية استعراض افكار دراما مسرح سينما
بس نبعد عن الفوازير، لان الفوازير مهما يعني جه ناس كتير قوي مع احترامي ليهم عملوا فوازير، بس انت بتفتكر مين؟ بس خلي بالك برضو فوازير فؤاد المهندس كانت حلوه طبعا. لا 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 وفطوطه وفطوطه لا حلوة. ايوه انا قصدي هم دول يعني أوكي. في حاجات في رمضان بكار مش عارفه خلاص، في حاجات محفوره جوانا ما احسش ان ينفع فوازير بعدهم. بعيدا عن فوازير ممكن تعملي استعراض؟ طبعا تعملي اعمل استعراض. لا مش ممكن يعني... انا اتمنى، انا اكتر حاجه بحبها الاستعراض، لان مؤخرا طلع يعني انا اشتركت في واحد مجنونه بيك كان استعراضي غنائي، وكان في واحد تاني برضو للاسف مش فاكر اسمه دلوقتي اللي كان فيه الفنانه الكبيره استاذه ماجده زكي كان برضو استعراضي غنائي. أيوه. فواضح انه في بدايات يا ريت لاعمال غنائيه راقصه. اتمنى يعني. اتمنى نفسي نفسي في عمل استعراضي طبعا، لان انا اوريدي بحب ده جدا جدا. وانا كمان انت شفتيني وانا برقص صعيدي وبحط قعدت فيها اسبوع ركبي وجعني. لا 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 ما كنتش لسه خسيت. لا انت ممكن ترقص تانجو رايق. تانجو وبرقصه وفالس وكل اللي بقى. حلو ده. لا بس انا حطبت بقى وقعدت. انت عاجبك التحطيب. وقعدت بالركب بقى ما اقولكيش بقى بتاع اسبوعين كده بلالي. طيب احنا يعني خدنا معلومات خفيفه عشان طبعا الجوع بيبقى قرص. وهنخش على المهم بقى في برنامج الاكيل وهو الاكل. انك تواكد تزغطني. لازم. النهاردة في مطعم زيارة طبعا الى جانب الفيو الرهيب. تحفة تحفة بجد، المكان يجنن. يعني بحييك على الاختيار العظيم ده. حق ربنا مش انا. حق ربنا. بحييكم كلكم. نالا واستاذة روز. بحييهم بصراحة. اختيار عظيم. انا بوعدك ان انت هتاكلي اكل مصري معمول بالاسلوب القديم بس بأفكار جديدة. يلا كركديه في تويست حاطين فيه ريحان تحفه. كركديه بالريحان جديده دي فظيعه حلوه قوي. طيب احنا هنبتدي بالسلطه دي، سلطه الجرجير بتاعتهم. العيش شكله يجنن. ما هما معمول هنا. باين. كنت لسه اقول لك سلطه الجرجير بتاعتهم ممصرينها زي الايطالي بس ممصرينها على مصري. ما بعرفش استعمل ال لا حط براحتك. يعني مش لازم مع بعض. اوكي بس ايه يعني حاطين جبنه. هقول لك اسمها حالا دلوقتي. يا دي كسوف. دي بارميزان. لا لا مش بارميزان. ما هو انا بقول لك ممصرينها. هقول لك اسم اسم الجبنه حالا دلوقتي لان هي مكتوبه في المنيو وانا مش عارف احفظ الاسم لانها مش جبنه من المتعارف عليها او والله ما نعرفهاش. لا اسمها جبنه الشلل. 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 لا مشلل. مشلل دي سوري اصلا. مشلل دي ضفاير عباره عن ضفيره. اوكي
وبعدين الضفيرة دي بتتحط في مية سخنة وبتقعد تفكفكها لحد ما تطلع كده. طبعا انت خدت الجبنة كلها ان شاء الله. لا انت اللي حطيت لي على فكرة. لا مش كله انت اللي حطيت لي دي هتعجبك جدا. انا بقى قليت قريتها جبنة شلل دي. شلل قال لك شلل. يا ساتر يا رب. هتجيب شلل. لا اسمها جبنة مشللة. طبعا انتوا في ناس كتيرة ما تعرفش ان دنيا باباها مصري الله يرحمه. بس مامتها الله يرحمها نص اردنيه ونص سويسريه. سوريه عزيزي. يعني عايزها سويسريه زي ما تحب. لا انا عشان الجبنه. ايه رايك؟ تحفه. وبدل البلسامك حاطط دبس الرمان. دبس الرمان حلو قوي معاها برضه. الفيو فظيع. احد نقاط القوه لهذا كل عيش هو سخن. حاضر. اصل بعمل رجيم يا دنيا. باظ. تاكليني عيش. باظ كل حاجه باظت. كل حاجه اتدمرت. انا والرجيم ازاي؟ يعني مش عارفه. ازاي يعني؟ مش عارفه. طيب بعد كده هدوقك حاجه مصريه جدا 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 وانت بتدوقيها قولي لي حضرتي رمضان في اي بلد تانية غير مصر؟ حضرت وانا صغيره في الكويت. اوكي. في نفس البصاره بس هم بيعملوها بس. زي ما كنت باكلها من امي الله يرحمها. الله يرحمها. بالنعناع. لا هو واضح اصلا من السلطه ان هم مميزين جدا. باين جدا. طبعا هي الصح بتاعها ودن القطه بس يعني خلينا شيك بقى اهو. انا هعمل زيك بقى الشيك. ودن القطه كده يعني. طبعا بس انا هعمل زيك. بتاعت الملوخيه ودن القطه دي باين. الغموز احنا شعبي يعشق الغموز. ايه رايك؟ عظيمه. حاسه بطعم النعناع. تحفه. تحفه ده اللي يعمل البصاره الحلوه. تحفه حلوه قوي. وبعدين انا مفتقد الكلام ده من الدايت اللي انا عاملاه ففي سعاده. انت فرحتني. لا دايت مين؟ انا ما ينفعش. وتخنتني. ما ينفعش حد يعمل دايت معايا. لا ما ينفعش حد يبقى صاحبي ويعمل دايت اصلا. خش بقى على ودن القط على طول. رمضان في الكويت كان عامل ايه؟ حلو ليه طقوسه ولكن انا بحس ان مصر هي يعني رمضان مصر بس. مش هقدر يعني مش هقدر اقضي اي رمضان غير في مصر. بطقوسه بفوانيسه بالمسحراتي بموائد الرحمن يعني في جو في مصر مختلف. احنا مش عايزين اخواتنا العرب يتضايقوا بس لا محدش يتضايق. هما نفسه كل الناس بتقول رمضان في مصر حاجه تانية. انا مش بعيب في حد بالعكس ولكن هنا الطقس عندنا مميز. انا بحب الزيتون معلش هتعبك. اتفضل يا باشا. ده الزيتون هما اللي بيعملوه بنفسهم. برضو مش جاهز. فناخد واحده سودا وواحده خضراء. بص عشان رجيم. اليميش في الكويت اسمه جرجعان. مين؟ في اغنيه كان اسمها جرجعان وجرجعان. ده اللي هو اليميش. اليميش. اوكي. فكل بلد ليها ثقافات ومعتقدات واكلات و كل حاجه ليها جو. بس انا بقولك انا بحب هنا بحب مصر. طب ايه ما ينفعش رمضان يعدي من غير ما تعمل ايه حاجه من الطقوس بتاعتك انت يا دن اللي لازم تعمله في الاكل ولا في بشكل عام؟ يعني بشكل عام مبدئيا كده لازم يبقى فيه فانوس قبل. أوكي. اول يوم رمضان ده لازم يبقى فيه فانوس طولي. اوكي تمام. وكل سنه واحد جديد ولا خلاص بقى؟ طبعا كل لا سنه لا جديد. طبعا. طب بتوديهم فين دول كلهم؟ موجودين. عايز بتحتفظ بيهم؟ ايوه زي عروسه المولد كده. طب ومصطفى؟ ايوه بس عروسه المولد بتتاكل. لا طبعا عروسه حلوه كده لعبه بتحتفظ بيها برضو. ايوه. اوكي. بس مش دايما بتبقى كبيره ممكن عروسه صغيره. طب مصطفى عارف التقليد ده؟ ايوه ما هو بيجيب لي الفانوس دلوقتي. اوكي. يعني كانت امي بتجيب لي دلوقتي مصطفى بيجيب لي الفانوس. الله يرحمه. الله يرحمه. ال ايه تاني الحاجة المهمة طبعا يعني حاجات بعملها في رمضان بقى عشان ماما وكده يعني ببقى مستنية من رمضان لرمضان عشان اعمل الموضوع ده وبستمتع بيه يعني بستمتع بكل حاجة اقدر اعملها
بمجهود يعني، مش مثلا ودولي دي عند فلان وخلاص، لا انا احب اجيبها واغلفها واقفلها، فبيتحول البيت الى على اسم ماما. اه طبعا، فالموضوع ده اهم حاجه عندي في رمضان. وطبعا تصوير باقي انت ايه عاجبك اللقمه ولا شايفك بس بصراحه. لا بقالك ساعه ونص في البساره، فاحنا عايزين عندنا حاجات هتبرد. لا هندوق، يلا طب ندوق. نبتدي الاول بالكفته بالكرز. ايه الكفته بالكرز دي بقى؟ كفته بصوص الكريز. احط لك رز ولا رجيم؟ لا كفايه كفته بقى. حاضر كفته، بلاش نقفور، كلنا عيش بلاش رز. حاضر يا ستي، كل انت رز. شفت بقى انا بسمع زي انا بعشق الرز. انا بعشق الرز والله. اه يوه، اللي بعدين الرز اصلا. بص انا هاخد معلقه واحده بس. ليه معلقه؟ خد ما تخليش في نفسك حاجه. حلو حبيبي. ايه الرز حلو قوي كده، هات معلقه. ما بقولك ايه الدبدبه دي، يعني حسيت ان الموضوع جامد. بس خدي بالصوص. استني، هو الدبدبه دي من الصوص؟ ما هو الصوص. بصي انت اول ما تحطي الرز في بقك هتفهمي انا بتكلم في ايه. طب حط دي الاول نفهم صوص الكريز ده ايه. شويت اند ساور كفته وصوص الكريز مسكر. حلو، دمرتني. وفي فستق على ال مرشوش على الوش. خش على الرز اهو. دوي بقى ودوي رايك. انا نفس الدبدبه. بس انت حركتي راسك على الدبدبه بس. سوري هستاذني في منديل. شور ثانك يو. يا خبر ابيض، ده مزيكا مزيكا. حقك فظيع. حقك. اه لا لا اكلهم حلو قوي. ثم اخر حاجه هندوقها في الفقره الاولى طبعا. هي الفقرة الثانية أكل برضو؟ ده الهوبر. احنا الفقرة الأولى ده الدلع، الفقرة الثانية هوبر بقى. في هوبر؟ طب موزة عكاوي. ايه؟ اه طبعا كوش. بتهزر؟ ده تسليك، انت بتسلكي. الفقرة الثانية ببل كفاية تسليك؟ كفاية تسليك. نجرب بس آخر حاجة. ايه آخر حاجة؟ وهم فطيرة السجق. ده كالوريز بس. لا ليه؟ ده كالوريز للعلم. انت فاكره انا مش واخد بالي انك طبقك زي ما هو؟ لا انت بتاخدي حاجه تدوقي واحده وخلاص. باكل والله. بصي بقى، بصي بالكارميلايزد اونيونز. دوق دوق. انا بجرب فيك الاول. حلوه؟ هي الفطيره عامله شويه زي عجينه الجلاش. حلوه قوي. والسجق ولا دراي قوي ولا جوسي بزياده. انت الواحد لو قعد معاك اسبوع مستقبله يتدمر. لا لا ابعتيني مصطفى عشان مش عاجبني رفعه. رفعه ده مش عاجبني، مستفزني. إيه؟ مصطفى مهما ياكل ما بيتخنش. ما مش مستفز معي. لا لا لا، في جينات كده زي بابا حمايه ما شاء الله بياكلوا. هم عندهم جين مصر كلها بتحلم بيه، يعني ما بيحرق، يعني الحرق عندهم عالي. اكل انا نفس الاكل، هو نفس الاكل، انا اتخن 2 كيلو هو يخس نص كيلو. ها ايه رايك؟ متعه مش كده؟ عرفت انا بعمل برنامج ده؟ عرفت. بس لو لسه فيه هوبر طبعا. يا خبر ابيض، بسلق بيض، بسلق بيض هايل جدا. لا بتهرجي، ما تجيش في الاكل خالص؟ نهائي نهائي، ما بعرفش اسلق بيض، بس جربت اكله واحده ونجحت نجاح عظيم، بس هي مره يعني خلاص ما اتكررتش. اللي هي ايه؟ ايوه هي مره في السنه. اللي هي مكرونه بالبشاميل. بس كده؟ بس كده. ايه هي سهله؟ هي مكرونه بالبشاميل دي عادي. ومره في السنه؟ ده انا لما عرفوا دمعوا اهلي دمعوا، جسمهم اشعر ان انا دخلت المطبخ. ده انا كنت باكلها مره في الاسبوع. الله يرحمك يا امي. لا ما انا امي كانت طباخه رهيبه ماهره يعني. طب سؤال بقى، اتعلمتش حاجه منها الحمد لله. سؤال بقى، ليه ما بتحبيش الممبار؟ مستحيل. ليه؟ ما اعرفش. انت عارفه ان السجق معمول برضو بنفس المصاريف؟ بس ما انا ما باكلش سجق قوي يعني، باكل الساسج كده وكل فين وفين برضو.
والساسج بتعمل يا اما بالمصارين يا اما خلاص مش هاكلها. غلاف صناعي ده قال عنه. كويس انك عرفتني موضوع يعني انت مش هتدوقي خالص؟ لا دي مستحيل فعلا؟ اه والله. والنعمه؟ يا فيش بالهنا والشفا. لا لا دي لو ايه. نروح للفقرة الثانية. الفقرة التانية لازم هنبتدي يعني طبعا هو المفروض كان الشوربة تبقى في الأول بس عشان عملنا الفقرة الأولى أبيتايزر سخن وسائع والفقرة التانية الأكل فعشان كده فهنبتدي بحاجتين. أنت عمرك ما دوقتي شوربة الحمام قبل كده بتقولي مالكيش فيها؟ لا ماليش بس دي شوربة حمام بالكريمة فهي مختلفة شوية فأنا عايز سلام على الإقناع. أيوه لا لا يا سلام على الإقناع والله العظيم. أنا تفتكر هتخن كم كيلو في الحلقة؟ لا هما يعني 100 جرام ولا حاجة 100 جرام مفيش حاجة فدوقي وأنا أدوق وراكي أنا ما بقرفش فقولي لي إيه رأيك ودوقيني وراكي. حلوة. ممكن تاخدي معلقه ثانيه ولا لا خلاص ولا عشان اكل باقي. طيب اوكي مش وحشه يعني. اوكي انا برضه هدوق واحده كده في السريع. حلوه كريمي. اه وده نادرا ما تلاقيه يعني. طيب شوربه العدس هما بدل الكريتون بيعملوه العيش البلدي. اه احطه ولا حطه أوكي. يا خبر ابيض يا مراد انت تفتح النفس بطريقه يعني تتكلم عن الاكل ب عشق. الاكل العشق العشق بس بيتخن نعمل ايه يعني مره عيشي على عيشي على المسلوق بقى بقيت الاسبوع. في طعم طماطم حلو حاسه بيها؟ حلوة طيب حلوة ثم عشان ما تتعبيش نفسك استنى انت داخل على دي ليه؟ تيجي تشوف اللي بتغطي ده عايز اوكي انا باخد اللي ممكن يبرد. يلا ما دي برضو ممكن تبرد الموزة. احنا هندوق كله؟ طبعا. نسيرة هعمل لك نسيرة صغيرة كده. عايز اقول لك حاجة بقى فاكرة كنت بكلمك على بكر الديو بي بتاعنا وبقول لك معايا من اول البرنامج وبتاع مزبوط. بكر معروف مشهور ببكر موزة حبيبي بيحبها يعشق بكر موزة عارفة من ورا الكاميرا كده يقول لي ايه ما تحفش خلاص سيبها له ما انا هاخد واحدة بس هاخد حتة انا كمان دي كتير قوي ممكن اسيب له شوية مش الدرجة يعني. ايوه ما انت عايزنا ندوق من كله ما نسيبها لبكر انا لو اعرف والنعمة هسيبها له ما كنتش فتحتها اصلا والنعمة هسيبها له ماشي يا عم بكر. حلوة؟ حلوة يا بكرة قوي دي معمولة لما اجي اغيظه بقى بعد ما خلاص اقوم ماسك الموزة اقول لهم هكملها بقى لا حرام عليك هيموت لا حلوة حلوة قوي ورستو بالبراون صوص حلوة حلو فكرتها حلوة ممكن اخد حتة كمان يا بكر؟ بس يعني. ايه ده؟ لا عندك اكل تاني سيب لبكرة حرام طيب ندخل على الحمام ونسيب العكاوي اللي أول مرة تاكليها من إيد حتة تانية غير ماما. ده حقيقي. فندخل على الحمام. ربنا ما يقطع لي عادة، لازم أعمل حوادث، لازم. الحمد لله لحد دلوقتي مفيش حاجة وقعت على ال أنا مش قادرة أصدق اللي أنت بتعمله في يعني أنت طالب كل ده؟ طب ما هي حاجة واحدة. في حاجة خلصناها؟ إحنا بندوق.
ايوه يعني قصدي يا موزه يا عكاوي يا حمام، لكن الثلاثه مع بعض. ما هو ثلاث حاجات مختلفه. انا عايز ادوقك بس لحمه الحمام لان هي طبعا اهم حاجه اللي هي بتبقى في الصدر دي. وحمام بالشوكه والسكينه ده ايه؟ دي جديده يعني هاكل هعملها. شوف اهو معلش معلش هعملها بايدي قدام الناس حرام. زبده زبده. شايفه مستويه ازاي؟ تاخدي شويه من الرز بتاعه. انت رهيب والله. انا لو قعدت معاك شويه عشان انا بحب الاكل. انا بحب الاكل. نعمه من نعم ربنا، ربنا مدينا نعمه الاكل. كفايه مراد. حاضر انا بدوقك بس. كفايه سديتي نفسي. لا لا يا حبيبي بالهنا والشفا والله الاكل يجنن مش قصدي. وبعدين سديت نفسك ايه بس. اخر حاجه هندوقها بقى، بس الاول ندوق الكماله بتاعتها. يعني ايه الرز؟ بص بقى يا سيدي انا هجيب لك كل حاجه جنبك. ايوه عشان انا عايز اعمل لك عشان تتبسط. لا وعايز اعمل لك التشكيله. ادي الليمون المعصفر اهو، هيبقى تقيل عليك. هاتيه عليا كده بس. ايوه هاتوا هنا هاتوا هنا اهو. بس عشان انا هعمل لك الطريقه المثلى لاكل هذا الطبق. يا مثلى. بص يا سيدي هناخد شويه رز صغيرين قوي، هي معلقه واحده بس اهي. اوكي اوكي. وهنقوم حاطين عليها الليمون المعصفر اللي هو احنا لازم بعد ما نخلص نجيب اللي بيهضم ده. وبعدين نحط الخضار مع الليمون المعصفر تحت العكاوي. اوبا. ثم العكوه. العكوه العكوه دي تاكل لوحدها بقى. بس هو ده الخلطه اللي انا هعملها برضو اللي عندي انا. حط بقى عندك. ايوه ادي الرز اهو. يا خبر ابيض على اللي حصل النهارده. وادي الخضار. حمام وبصاره. قال لك جبنه الشلل. ما اعرفهاش. طيب اعمل ايه طيب؟ ما انا قلت برضه في حاجه غلط، ايه جبنه الشلل دي؟ تمام؟ انهم ضايقين كده. قولي لي ايه رايك؟ انه انا لسه ما دخلتش، كنت بكمل الحمام. حلو؟ يا جماعه الدبدبه دي بتدمرني. انا ما باكل حاجه حلوه بدبدب انا كده. ايه رايك؟ حاسه بالليمون في الاخر؟ بصي انت بتعملي زي الهنود كده وانا بدبدب. تحفة. فكرة الليمون المعصفر دي تحفة. خلي بالك هو الرز اصلا فيه بصي باين الاصفر ده، فواضح ان هو مفروم جواه اصلا ليمون معصفر غير اللي احنا حطيناه يعني. جانتي صح؟ جانتي قوي قوي قوي. العكاوي بقى انا دايما اعتذر للسادة المشاهدين. حقك. لاني ما بحبش اكلها بالسكينة. بصي بقى تحفة. دقتها تحفة. عجبني. دي بقى الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول إن هي تقيلة. أنا شايفة إن إحنا نفضل للسحور ونكمل، يعني ما ده مش هيخلص. طب ما هو ده اللي كنا ناويينه. لا السحور حاجة تانية جاية. ما أنا عرفت نقطة ضعفك الحلويات. قلت لازم بقى إيه؟ لازم أدمرك. ندوس على الآخر. جانتي جدا يا جماعه. جانتي جانتي جانتي. بس فين الموزه؟ اهي هات نغطيه عشان ما تبردش البكر. حاضر. والله يا بكر لو لقاني موزه هياكلني. يعني بس الموزه حلوه برضه والعكاوي حلوه جدا. لا الاكل كله بصراحه يهبل. مصري اصيل زي ما قلت لك في الاول. طريقه الطبخ المصريه القديمه مع افكار جديده. حتى العصير برتقان بكركديه و... وبرتقان بالنعناع. وبرتقان بالنعناع. احنا دايما متعودين على الليمون بالنعناع ومعاملين برتقان بالنعناع وطعمه تحفه. ايه الاكله اللي ما تقدريش تستغني عنها في رمضان؟ اكله او شرب يعني.
هل عندك موضوع ان لازم يبقى البيت مليان عصاير والحاجات دي؟ لا لا مش شرط يعني، بس كركديه افضل وجود الكركديه دايما، لكن الاكلة المفضلة يعني افضل وجودها، بس مش لازم كل يوم. ورق عنب، ورق عنب. المحاشي ان جنرال ولا ورق عنب بالذات؟ يعني المحاشي ان جنرال، بس اكترهم مهم بالترتيب ورق العنب. بس انت بتاكليه بقى او بتعملوه بالطريقه السوري اللي هو المجعرس التخين ده؟ لا لا لا، لازم يبقى قد كده. قد كده انا صح؟ اي حاجه حجمها مبالغ فيه حتى لو طعمها تحفه ما اقدرش اكلها، يعني انا عيني لازم تتبسط برضه. دايما كانوا مش فاهمين لما بقول لهم صباع الورق العنب ما يزيدش عن الصباع الصغير. طبعا طبعا الصباع الصغير بتاعي، لان انا في ناس صباعهم صغير قد الصباع بتاعي. لا يعني ورق العنب لو كبير وعريض وبتاع وطعمه يجنن مش هاكله. انا بحب الشكل برضو، يعني الشكل بيفرق جدا. اوكي، هل يا ترى ده كان سبب موافقتك على جوازك من مصطفى ان هو بياكلش كتير وانت بتعرفيش تطبخي؟ لا لا حرام عليك. ماتش ميد ان هيفن، هو ما بياكلش كتير وانت بتعرفيش تطبخي. هو بياكل كتير ما بيتخنش. مصطفى بياكل كتير؟ هو بياكل كميات قليله بس كذا مره. ما هو في دكاتره ريجيم بيعملوا كده ان هو يدي لك. في حاجه مهمه بقى في رمضان بالنسبه لي جدا. ايه؟ قطايف نيه معجنه دي الملدنه دي، بس العصافيري. بالقشطه بقى، من غير اي حاجه كده يعني. ممكن بالقشطه، ممكن قشطه وفستق. في السوريين هم بيسموها حلاوه الجبن. حلاوه الجبن دي حاجه مش تانية. بتبقى معموله من حاجه زي القطايف كده؟ القشطه. لا مش من القطايف، بس اللي هي المقاس الصغنطوط خالص دي بقى. القطايف دي رئيسيه في حياتي رمضان. لا فعلا لازم اكل منه تاني. قبل ما اشكرك واشكر الساده المشاهدين، هو الرز. انت بتحب الرز يا مراد بشكل عام؟ بعشقه. انت عارف في العراق عندهم 28 نوع رز؟ بس يا جماعه احجزوا لي في العراق. احجزوني انا رايح العراق. لو سمعت يا نهل، عايزين حلقه عن الرز في العراق. والله العظيم قدمت. انا اكلت في مطعم عراقي هنا في اكتوبر. والرز اسمه ايه هناك؟ ايه؟ تمن. تمن؟ تمن. اوكي. بس لا معرفهاش دي. عندهم 28 نوع. 28 نوع؟ نوع الرزايه ولا قصدك الطبخه؟ الطبخه. اوكي. يعني الرز معمول ب 28 ب 28 نوع. في رز بالعنبر ورز بالمش عارفه ايه، يعني لا فليفرز مختلفه والرزايه نفسها مختلفه برضه. طيب يبقى انا اكيد في عرق عراقي من حته طالما بحب الرز قوي كده. خلي بالك كل بلد ليها العمود الفقري بتاعها، يعني ايه؟ في مصر ملوخيه وحمام. لا لا، العمود الفقري هو العيش البلدي. احنا شعب يحب العيش جدا. في دول تانية العمود الفقري بتاعها زي روسيا. روسيا البطاطس. البطاطس عندهم اهم حاجه في الدنيا. دول تانية زي شرق اسيا الرز. الاساس بتاع مطبخهم. ايوه. عيش او رز او اللي هو النشويات الاساسيه. طب انا عايز اسالك، انت بتحب الرز اكتر ولا الباستا ولا العيش ولا البطاطس؟ رز اول حاجه عندي، الرز اكتر يعني حاجه بحبها. انت تاكل رز بالمثلا بالفاصوليا طبعا، او بالباميه ولا تغمس الباميه؟ لا رز مع الملوخيه ولا تغمس الملوخيه؟ رز. رز اهم العيش. بابا الله يرحمه كان العيش. بابا كان يحط شويه ملوخيه ورز كده وبعدين يوم غارف بقى. ودن القطه ودي. انا لا، انا الرز. رز. وبكده بعد ما اخد اخر معلقه دي هنبقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ولازم اشكرك قوي قوي يا دنيا ان في وسط انشغالاتك وكل حاجه وافقتي انك تيجي تقضي معايا الفطار ده وتاكلي معايا، ولو ان اكلتك ما عجبتنيش قوي يعني، بس الحمد لله انا عرفت ادوقك من كل حاجه ما عدا الممبار. ده انا اكلت كل حاجه. انا اللي بشكرك ومبسوطه جدا ان انا معاك على فكره. جدا جدا. انا اكتر. أنا وانت أكتر. تفتح النفس على الاكل بشكل يخطير. انا خفيف كده. انا خفيف. انا خفيف. طيب مشاهدي قناه سفره، ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه الخاصه مع هذه النجمة الخاصة حبيب. زي ما أنا استمتعت، وما تحكش عليكم هكمل أكل في الموزة. لا أنا دي البكر. أنت تكمل. عندا في بكر أنا هاكل الموزة. لا ما تقلقش يا بكر. الموزة عندي. ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من الأكل.